أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في هذا اليوم 12 من شهر ربيع الأول يحتفل كثير من الناس بما يسمى بالمولد النبوي، فما هو قولكم وتوجيهكم للمسلمين في هذا اليوم؟ هذه العادة أن الإنسان إذا جهل السنن أو تكاسل عنها يذهب إلى البدع، يتعوض عنها بالبدع ويزعم أن هذا يكفيه عن السنن وعن الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا غلط وجهل. والاحتفال بالمولد بدعة، قد قال صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فهو بدعة لأنه لم يكن من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا عمل أصحابه، ولا عمل القرون المفضلة، وإنما حدث بعد القرون المفضلة على يد الفاطميين وغيرهم من الصوفية والمبتدعة، وتوارثه الناس على أنه سنة وهو بدعة. نعم.